السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى لكم تكونوا في افضل الاحوال. بمناسبه يعني راس السنه اللي على الابواب، جبت لكم هذا لاطارت على شكل قلب. صراحه انا بالنسبه لي جاتني اقتصاديه بمذاق ديال الفرنفواز ومجوج مع اللوز، يعني تجي رائعه رائعه جدا، تجي طبقات رائعه، نتمنىها تنال اعجابكم. تجي صراحه لا في الشكل ولا في المذاق ولا زوينه. المهم انتم غادي تشوفوا معايا، غادي نقطعها معاكم، غادي تشوفوها كي جات. نتمنى هذا الفيديو يرقكم وينال اعجابكم. انتم تشوفوا معايا تجي رائعة رائعة جدا، لا من ناحية الديكور لا من ناحية ديال الفينيسيون ديالها، لا كل شيء. غادي ندوز دابا معكم طريقة ديال تقديم او طريقة غادي نبدا معكم على بركة الله. غادي نوجدو الجينواز ديالنا هو الاول اللي غادي نستعملو فيه 8 ديال البيضات كاملة مع 240 غرام ديال الدقيق و 240 غرام ديال السنيدة. وغادي ندير واحد معلقة كبيرة ديال الميكسو اللي هو تيحسن الجينواز، و قريعة ديال الفرنفواز، الروح الفرنفواز. مهم غادي نبدا معكم، غادي نحط البيض هنا، ما غاديش نطرب البيض الصفار بوحدو والبيض بوحدو، هنا نطرب البيض كله او العناصر كاملة غادي نطربها، لان ديك ميكسو هو اللي غيحسن لنا الجينواز وغيطلع لنا زوينه. المهم انتم تشوفوا البيض، غادي نضيف عليه ديك 240 غرام ديال السنيدة مع معلقة كبيرة ديال ميكسو. هذا هو السر ديال الجينواز، هو ميكسو اللي تنجحنا الجينواز والفرنفواز حتى هو، باش حتى الجينواز ديالنا يجي فيها المذاق ديال الفرنفواز والدقيق. وغادي نبقى نطرب هاد العناصر كلها حتى تعقد لنا الجينواز. تشوفوا طربت الجينواز ديالنا، يعني العجينه ديالنا، انتم تلاحظوا معايا عاقده، كل ما تزيدوا تطربوا كل ما تزيد تعقد. هنا غادي نجيب طبصيل ديال الفران، غادي نقسم انا الجينواز على ثلاثه ديال الطبقات. هنا عندي فران كبير الطبصيل ديالو، غادي ندير جوج في طبصيل كبير وواحد في طبصيل صغير. المهم غادي نقسم الجينواز ديالنا كما غادي تلاحظوا معايا.
شفتوا معايا الطريقه. دابا غادي ندخلها للفران، بعد ما طابت حمرتها انا مزيان، غادي ناخذ الاطار اللي غادي نستعمل. انا هنا غادي نستعمل القلب، ممكن ديروه دائري ممكن ديروه مربع، المهم انا استعملت انا قلب وغادي نطبع عليه ديك ثلاثه جينوازات ديالنا، وغادي نحيدو الجنبات. مي قبل ما نقطع الجينواز تنخليه حتى يبرد باش ما يتجمعش لينا، غادي نسيت ما قلتها لكش ليكم. المهم بعد غادي ندوز نحضر السيرو فين يكون تيطيب لي الجينواز. السيرو هو على التالي، غادي ندير فيه معلقه كاس ديال السنيده، معلقه صغيره ديال نسكافي، وجوج كيسان ديال الماء. من بعد غادي نديرو على البوطه يغلى باش تذوب لينا سنيده. فين وجدنا السيروم خليناه يبرد، غادي ندوز نوجد الكريمه اللي غادي نستعمل هنا هولالا مع روح الفخونفواز، وغادي نطربو مزيان مزيان مزيان. انا درت روح الفخونفواز درتو باش يعطيني اللون ويعطيني المذاق في الكريمه ديالنا. المهم وديجا راه عندي شويه ديال اللوز مهرمش، يعني طحنته انا خليته رقيق. بامكانكم ديرو مثلا القرقاع ولا اي نكهه بغيتو ولا تقرميشه اللي بغيتو. انا هنا استعملت اللوز، وغادي نعاود نطربو مع الكريمه ديالنا باش يتخلط مزيان. وغادي نوجد من بعد ما وجدتنا الكريمه غادي نوجد الاطار اللي غادي نستعمل. انا هنا استعملت القلب كما لاحظتوا معايا، غادي نديرو وغادي نسقيه مزيان بالسيرون اللي وجدناه اللي هو ديال القهوه. غادي نسقي الجينواز ديالنا، المهم الجينواز اللي تيشرب السيرون راه يعني تيكون جينواز ناجح، ما شربش السيرون راه ما ناجحش. المهم تنشرب له السيرون مزيان وتنسقيه مزيان. وغادي ندير طبقه ديال الكريمه ديالنا اللي موجده فيها اللوز كطبقه مقرمشه، غادي ندهنها وغادي نصيبها على الاطار، وغادي ندير عاوتاني الجينوازه الثانيه وغادي نسقيها بالقهوه بالسيرو ديال القهوه. عاوتاني نديرو طبقه ديال الكريمه ونضيف القلب، يعني الجينوازه ديالنا اللي عباره عن قلب، مره ثالثه ونسقيها بالسيروم باش نفينيها. انا غادي نخلي لكم مع الطريقه ونرجع معكم. Yeah.
بعد ما ساليت الكريمه الجينواز ديالنا غادي ندوز نوجد الكلاصاج اللي غادي نستعمل فيه تقريبا كاس عنبه ديال هولالا ديال الكريمه. غادي نديرو في كاسرونه، غادي نضيف عليه نيت طاسه صغيره ديال الروح فرانفواز، وغادي ندير ورقه ونص ديال الجيلاتين غادي نحطها هذيك في الماء بارد بما نوجد الكريمه ديالنا. كما قلت لكم درت كاس عنبه ديال هولالا، غادي نضيف عليها روح فرانفواز ديك الطويصه الصغيره اللي تدير 5 دراهم، وغادي نحطو على البوطا يطيب يغلى تغلى الكريمه. من بعد ما غلات ها نتوما عطاتني هذا اللون هذا، يعني اندمجت الكريمه مع الفرانفواز الروح ديالها. غادي نعصر ديك ورق الجيلاتين باش ما يبقاش فيه الماء، نعصرو مزيان وغادي نضيفو على ديك الكريمه ديالنا. هذا هو الكلاصاج اللي وزجناه بروح الفرانفواز، وغادي نخلطو مزيان باش يذوب لينا الجيلاتين مزيان باش ما يبقاش مكركب. المهم تحاولوا حتى الا خفتوه يبقى مكركب ديروا له الميكسور وميكسيوه مزيان باش ما يبقاش فيه ديك الحبيبات ديالو. من بعد غادي نديمولي المول ديال لاطارت ديالنا، ها هو، وغنحاول انني نفيني الكريمه ديالنا. الا شفتوها تتجي مقرمشه راه تبان لكم حبيبات ديال اللوز. غادي ندوز حتى الكريمه مع الجنبات ديال الطارت ديالنا باش فين غادي نلصق الفيوتينغ باش يلصق ليا. غادي ندور بالجنبات بالفيوتينغ. الا كما لاحظتوا معايا الفيوتينغ خديتو الالوان ملون، فيه الاحمر وديال الفرانفواز، الاصفر ديال اللي حامض، الكحل ديال الشوكولات. المهم فين درت على الجنبات كاملين خديت الكلاصاج ديالنا اللي شتو، وغادي نخويه على وجهه من الفوق، وغادي نحاول انني نتصفو بالسباتي ديالنا حتى ناخذ الحجم ديال لاطارت اللي عندنا. غادي نستمر هكا. غادي نبوشيها بالكريمه اللي بقات لي انا هنايا، بوشيتها بالكريمه اللي فيها اللوز، داكشي علاش ما خداتش الحجم ديال الزواقه ديال البوش. خديت هاد الوريدات نزين بهم، هاد الوريدات حتى هما دايرين بحال ديال البسكوي، الثمن ديالهم تيديروا 2 دراهم 2 دراهم ونص الوريده، حتى هما تيتكالوا يعني ماشي غير ديكور حتى الماكله. المهم بعد ما وجدت لينا يعني لاطارت ديالنا وخليناها ليله كامله بيتها باش ندمج ديك المذاقات مع بعضها، انا قطعتها لكم. شفتوها جات طبقات زوينه، جات راقيه في المنظر، في المذاق حتى هو يعني رائعه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول خطره تيشوف قناه عالم سهاني الطبخ والحلويات نتمنى يشترك بالقناه مع تفعيل الجرس باش يوصلوا دائما فيديوهات جديده. ما تبخلوش علينا بلي لايك بالتعليق ديالكم، والله يوفق الجميع، وشكرا لكم على المتابعة.